نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج أهل الهمة على قناة مرايا العربية. احنا الآن موجودين بالعاصمة عمان في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، في ضيافة ابن بلد أصيل، في ضيافة سعادة المهندس بشر زريقات، طبعا المهندس بشر مهندس معماري ومحاضر في جامعة وأيضا يدير هذا المكتب ويتمتع بشعبية عالية. بالبداية مهندس بشر، يعني وأنت غني عن التعريف وأشهر من أن تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد العزيز، نعرف السادة المشاهدين بالمهندس بشر زريقات أكثر، يتحدث عن مكان الولادة، الدراسة، أهم الدورات شاركت فيها والعائلة الصغيرة. تفضل. أشكرك. أنا بشر زريقات، بشر جميل زريقات، والدي من مهندسين الأوائل في الأردن، خريج سنة 48 المهندس جميل زريقات، درست في جامعة عين شمس في القاهرة البكالوريوس سنة 78، تخرجت وسنة 83-84 عملت شهادة الماجستير في أمريكا، فعملت الماجستير في أمريكا سنة 83-84 تخرجت. نعم. وبعدين رجعت في سنة 90 تقريبا، عملت عضوية جمعية المعماريين البريطانية في بريطانيا. في أول حياتي المهنية اشتغلت لمدة سنة مع والدي في مكتبه الهندسي. نعم. وبعدين حبيت أدخل في قطاع اللي هو قطاع البحث، البحث العلمي، فانضميت للجمعية العلمية الملكية. وفعلا أنا مضيت في الجمعية العلمية الملكية في مركز بحوث البناء 8 سنوات من عمري، اللي هي بعتبرها فعليا، أنا بعتبر نفسي ابن الجمعية طبعا. الجمعية العلمية اللي كان طبعا رئيسها الفخري سموه الأمير حسن ابن طلال. وفي الجمعية المضبوط عملنا شغل كان رائع مع فريق من المعماريين والمهندسين. من ضمن الأشياء اللي عملناها كان مشروع نظام البناء رقم 5 الذي سجل براءة اختراع في هذاك الوقت، وهو لإسكان ذوي الدخل المحدود، كان نظام لإسكان ذوي الدخل المحدود. وقمنا أيامها ببناء عدة مشاريع في الأردن، منها إسكان الأمير طلال بن محمد في الصيفة، وعملنا مشاريع ريادية مع الأمن العام ومع عدة جهات حكومية. عملنا مثلا كان في مشروع ريادي لبناء مركز أمني في القويسمي في هذاك الوقت. نعم. والمزبوط المشروع مشي في مراحل كثير متطورة، وزي ما حكيت كسب براءة اختراع أو سجل براءة اختراع، وكسب جائزة المخترعين السويديين سنة 97 على ما أعتقد. ما شاء الله. يعني كان من 100 واحد من 100 اختراع سجل حول العالم، يعني أنه بيستحق التقدير. بعد هيك أنا تقلبت يعني في العمل، اشتغلت مع شركات استشارية، مع شركة سيجما ومع المهندس أكرم أبو حمدان. وبعدين رجعت تفرغت اشتغلت في بريطانيا لمدة 3 سنوات في مكتب استشاري أثناء دراستي اللي في هذاك الوقت تخصصت وأخذت شهادة عضوية الجمعية المعماريين البريطانية اللي بسموها الريبا. وبعدين رجعت من بريطانيا ورجعت أعادة تأسيس مكتب والدي سنة 92 مع أختي اللي هي شريكتي كانت المهندسة هناء زريقات، منذ ذلك الحين وأنا في مكتبي. بس من سنة 84 وأنا في التعليم بالإضافة إلى شغلي كمكتب هندسي كمحاضر في الجامعة. نعم. محاضر في الجامعة، درست في الجامعة الأردنية ودرست في